طيب، امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس اجتماع مع عدد من المسؤولين عشان يتابع فيه آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن واللي بيعتبر من القطاعات المهمة والحيوية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه بسنت، صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير لكل الساده مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه، شايف ازاي دكتور متابعه رئيس الوزراء لاليات توفير الاعلاف اللازمه لقطاع صناعه الدواجن، وهل ده هيدعم الصناعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا احنا متابعين اهتمام القياده السياسيه الغير مسبوق بالتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والدجاج، وده اتبلور في العديد من المشروعات القومية، سواء كان ده المشروع القومي للبدل والمشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، وكمان المشروع القومي لتطوير عنابر الدواجن. حضرتك، احنا وصلنا الحمد لله لاكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن، سواء كان بيض المائدة أو دجاج التسمين، ويمكن بنصدر كمان ما يزيد عن احتياجاتنا. صناعة الدواجن بيشتغل فيها تقريبا 3.5 مليون نسمة، سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وحجم الاستثمار فيها 100 مليار جنيه. اللي احنا وصلنا له واللي وصلت ليه الدولة المصرية والجهد الجيد اللي بذلته الحكومة والدولة المصرية ووزارة الزراعة والمنتجين كمان، مش هتخلينا نسمح أبدا بالتراجع ولا بأي من المستهترين أو المحتكرين، ودول قلة، سواء كان مستهتر أو محتكر أو مستغل لهذه الظروف. يمكن الدولة المصرية وفرت بالتنسيق تعليمات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق التام بين معالي وزير الزراعة ومعالي محافظ البنك المركزي، وفرنا العملة للاستيراد وللإفراجات عن كميات الأعلاف اللي موجودة في المواني، وبالتحديد الذرة والصويا، بما يغطي احتياجاتنا ويزيد ويفيض كمان. وبالتالي كان لازم هذه الكميات تسمع في السوق وتكون موجودة في السوق وتنعكس على الأسعار. احنا بمتابعتنا للاسعار فلان فعلا في زيادات غير مبرره وغير منطقيه، سواء كانت في المواد الخام او سواء كانت في الاعلاف النهائيه، وبالتالي دوت هينعكس على المنتج النهائي، سواء برضو كان البان او لحوم او دواجن او بيض وكل ما هو متعلق بالمنتجات ذات الاصل الحيواني من البروتين. فبالتالي كان في تكثيف للرقابه الصارمه من قبل الجهات الرقابية المتعددة في الدولة، الدولة اللي هي الآليات العديدة اللي تظبط بها آليات وتحافظ على توازن السعر وتوازن وجود الأعلاف في السوق المصري. والرقابة دي صارمة ومكثفة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على مخازن الأعلاف وعلى صناعة الأعلاف للاستوصاف والتأكد من الكميات فعلا اللي تم الإفراج عنها موجودة وبتستخدم صح وبتستخدم بالاسعار المناسبه ومفيش تخزين ومفيش احتكار. ايوه. خليني اسالك عن دور اجهزه الدوله الرقابيه لحل هذه المشكله. هل في جهاز واحد ولا في اكثر من جهاز بيراقب هذا الامر، ودور البنك المركزي تحديدا في دعم هذا الملف يا دكتور؟ طيب، احنا الدور البنك المركزي بالتنسيق زي ما قلت لحضرتك مع وزاره الزراعه وتوجيهات عليا من القياده السياسيه وبدوله رئيس الوزراء في توفير العمله اللازمه للافراج عن كافه الشحنات اللازمه لصناعه الدواجن. ويمكن بقول لحضرتك بالفعل تم الافراجات، احنا لما نشوف الافراجات اللي تم عنها خلال الفتره من 16 اكتوبر لغايه 1 ديسمبر، بس تقريبا شهر ونص، هنلاقي 643 الف طن من الذره، وده احتاج 32 مليون دولار تقريبا، 317 الف طن من الصويا، وده بمبلغ 225 مليون دولار، وكميه من اضافات الاعلاف حوالي 27 مليون دولار. يعني في الاخر الشهر ونص لو تم الافراج عن ما يزيد عن 960 الف طن من الخامات العلفيه، ايوه، بمبلغ حوالي 403 مليون دولار، وده بيغطي احتياجاتنا وبيصيب. وبالتالي كان لازم هذه الكميات اللي هي الدوله والبنك المركزي وفروا العمله اللازمه لتوافر واتاحه هذه المواد، صحيح، فبالتالي كان لازم يكون مردودها داين على الاسعار. صحيح. على اي حال يعني يا دكتور وضحت المعلومه، شكرا لك دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الداجنه في وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لفضلك.